الخير، كيفكم؟ اخباركم؟ ايش مسوين؟ طبعا رجعت لكم اليوم بفكره جديده وتحدي جديد. طبعا زي ما شفتوا في عنوان الفيديو، تحدي عجله الالوان. فاليوم تحدي عجله الالوان في افاتار وورد. فراح اخلي الشخص فخلي عجله الالوان تختار لي، راح اغير لون البشره والشعر وكله بنفس اللون اللي عجله الالوان راح تعطيني هو ابيض. اذا ما انت مشترك في القناه، مشترك في القناه، خلينا نوصل اكبر عدد ممكن. واذا مشترك في القناه لا تنسى اللايك يا حبيبي والتعليق الحلو اللي مثلك. يلا بينا خلينا نشوف ايش تختار لنا عجله الالوان. والله انه من اصعب الالوان، فما اعرف كيف يعني راح اتصرف، بس خلاص ما دام انه طلع لي هذا اللون فوالله ايش اسوي؟ ما في حاجات باللون الابيض ساده، فبس يلا نحاول اننا نجيب شيء باللون الابيض، ولو من مصمم الشخصيات نجيب ملابس ونعمل حاجات كده، يعني شغلات مره حلوه. فيلا بينا، خلينا اول حاجه راح نعملها راح نغير اللون، يعني هو لون الشخصيه وشعر الشخصيه وكل شيء يخص الشخصيه. طبعا راح ارجع لها شعرها الاساسي اللي هو شعر زيزو، طبعا هذا عشان حق المطار، ما المطار خليته كده. فشعرها الاساسي من ورا كيف، هذه هي تسريحه زيزو الاساسيه. اوكي راح نخلي الشعر اللي من ورا لون ابيض واللي قدام لون ابيض. الله يستر كيف الشكل راح يكون. وات، ايش هذا؟ ايش نسوي عاد؟ لازم نكون قد التحدي. لون البشره خلينا نغير ونخليه باللون الابيض. وات والله بس حلو، والله حلو، عجبني، نوت باد. طيب والعيون نخليها، ما تجي عيون باللون الابيض قرف. لا ما حخليه ابيض، خليها ازرق، خليه نفس اللون. اوكي طيب الملابس خلينا نلبس اول لبس من هنا باللون الابيض اللي هو بيجامه وبلوزه او اي حاجه زي كده، فخليها باللون الابيض. خلاص لابستها اصلا باللون الابيض، ايش نسوي؟ طيب وهنا البلوزه، طبعا انا صممت خلاص البيت باللون الابيض. هذا ليش رمادي؟ ابا ابيض، ما في ابيض، ما في ابيض يا جماعه الا رمادي. طيب ما في بنطلون ابيض نهائيا هنا، ما في لا بنطلون ولا هذا لون ابيض، بس مره مو جايين مع بعض. خلينا نشوف التنوره هذه تجذب اللون الابيض. الله حلو التنوره هذه. اوكي باقي الشوز والشراب. طيب ما في هذا باللون الاسود والابيض، يمشي الحال صح يا اصدقاء؟ خلاص يمشي الحال والله. الشراب نخلي ده، ولا من غير شراب خلاص يكفي. فحتى الشوز كمان خلاص بشيله الصراحه. فهذا اول شيء في التحدي عملته، خليتها باللون الابيض شعرها، باقي حواجبها. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ايش هذا الشكل راح يكون؟ خلينا نشوف. لازم اكون قد التحدي. طيب العين ورسمة العين وهذه الاشياء ما في باللون الابيض طبعا، فخلاص راح نخليه كده تمام. اوكي انا صممت البيت وظبطته وخليته باللون الابيض. واي شو شكلها، بسم الله الرحمن الرحيم حبيبتي، لا انت قمر، قمر والله قمر. طيب خلينا اول شيء نروح على البيت ونشيك على البيت وتشوفوا البيت كيف انا عملته. الحين راح اوريكم عملت يعني قد ما اقدر باللون الابيض. طيب قد ما اقدر عملته باللون الابيض، ما عملت البيت كله، بس زي ما قلت لكم الطابق الثاني، وسويت يعني غرفه يعني السنجل بوحده. ف شوفوها دحين عينكم على الجمال، الله يفتح النفس ويشرح الصدر. يعني عملت الشخصية واحدة بس، خلاص كده، بس هذا هو اللي انا عملته، صممت كده حاجة بسيطة، يعني قلت خليني اوري المتابعين. خلاص هذه غرفتها اللي راح تنام فيها وتجيب الاغراض حقتها. شوف شوف كل شيء باللون الابيض، ليش كده؟ ليش كل شيء ابيض 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 ابيض؟ هي بيضة وشعرها ابيض ولبسها ابيض وبيتها ابيض وكل شيء باللون الابيض. يلا بينا دحين نروح نقضي من السوق باللون الابيض. طب ما عندك مداس باللون الابيض، يعني اروح كيف؟ اروح حافية ولا كيف؟ فاجينا اول محل وانا حافية طبعا وما عندي شوز لانه ما عندي شيء البسه، فخلاص راح اختار هذا الشوز وراح البسه مبدئيا لانه شكلي مو حلو الصراحة من غير شوز. واو لقينا هذا الاكسسوار مرة حلو، فهو كمان برضه باللون الابيض رغم انه عليه بين
بينك شوية، بس برضو ما يضر لأنه ما في حاجة باللون الأبيض سادة هنا في عالم أفاتار وورد، فمرة صعب علي إني أخذه. نشوف هذه، الله سو كيوت، مرة تجنن، بس يلا ممنوع نحن نلبس لون أبيض. شوفوا هذه كمان برضو حلوة، بس هذه مو مرة لون أبيض اللي أنا لابستها، أيوة لونها لون أبيض. فخلاص يعني شوفوا أي شيء أنا أشوفه، شوفوا هذه لابسة بلوزة باللون الأبيض، راح أفصق لها البلوزة وأخذها عشان نروح نعبي الدولاب حقنا حق الملابس باللون الأبيض. الله هذه الملابس مرة حلوة، يا ليت كانت نصيبي يا ربي. أوكي خلينا نحط اللبس الأول، حطيه في الكيس. اوكي لقينا هنا بلوزة باللون الابيض وبس، ما في حاجة ثانية. يلا بينا خلينا نخرج من هذا المكان ونروح مكان ثاني وندور ملابس باللون الابيض. تعرفوا فين اروح؟ بروح المطار الصراحة، لانه ملابس المطار مرة خطيرة ويمكن احصل هناك ملابس باللون الابيض مرة كثيرة. في ناس كثير تقول يا زيزو كلامك انت مره كثير. طيب خلاص راح اقلل كلامي خلاص واسكت في المقطع. واو لقينا قبعة هنا باللون الابيض، والله شكلي راح اطلع كول مره اتجنن. شوفوا 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 لقينا هذه، واو شايفين؟ انا كنت مستصعبه الامر بس الحمد لله ربي سهل لي واعطاني كل شيء باللون الابيض. اوكي هذا ما يضر والله انه قريب من اللون الابيض الصراحه، لانه ما في لون ابيض ساده فصعب يعني مره صعب. خلاص راح اخذ هذا وراح اخذ هذه القبعه كمان. اشوف الله حلوه الصراحه. طيب ونشوف هذه، هذه لبسها لون بيج. لا ما نبغى هذا كمان، حلو برضو ما يضر ناخده معانا. اوكي هنا 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 خلاص لقينا مداس باللون الابيض، لقينا مداس فاتح يعني قريب من الابيض سكري يعني حلو برضو. انا ايش سويت حبيبي؟ انت ليه فسختي البلوزه اللي انا لبستك هي؟ لما نروح هناك نرتب الدولاب خليه. اوكي كده تمام، واو. طيب وش كمان باقي؟ نشوف الاكسسوارات اللي هنا، في شيء باللون الابيض، الفضي يعتبر ابيض صح ولا لا؟ ايوه صح صح، انا اللي بجاوب عن نفسي. صح صح يا زيزو الفضي يعتبر ابيض. خلينا نلبس خاتم الزواج كمان. زيزو تزوجت، الف مبروك يا حبيبتي، عقبال ايش هو يقولوا؟ ما ادري المهم. طيب وهنا جينا لمحل المأكولات ونشوف في حاجة باللون الأبيض، والله إنه ما في شيء، يعني أنا حقعد جعانة كده وما آكل حاجة ولا إيش؟ أشوف الكيكة هذه، لا لونها مرة وردي هذه الصراحة، مو قد التحدي شكلي أنا الظاهر كده، أنا مو قد التحدي والله العظيم الظاهر كده، يعني ناكل تلج، ناكل بس تلج خلاص، مو لازم نشرب عصير، ناكل تلج. أصدقاء هنا زي ما انتم شايفين هذه البلوزة باللون الأبيض راح أخذها لأنه فيها لون أبيض، وهذه كمان برضو فيها لون أبيض بس الرسومات هي أساسها لونها لون أبيض، بس الرسومات اللي عليها هي اللي لونها وردي. تعالي كده يا حبيبتي أنتي، نشوف كده ما عندها ولا حاجة، بس الشوز حقها ممكن نقدر ناخده عشان نرتب الغرفة حقتنا. إيش بو كده صار لونه؟ باربي باربي، هاي باربي، ان شاء الله الفيديو القادم معاكي لانه كثير طلبوني بس انا بنسى. اوكي كده ناخذ هذه الاشياء اللي حصلناها من هذا المكان كمان ويلا بينا. والله انه شكلها صار حلو، مو مره يعني نوت باد يعني مره مره سيئه، يعني عادي عادي، انا توقعت انه مره تطلع واو سيئه مره، بس الحمد لله. خلينا نروح السوبر ماركت ناخذ لنا اكلات وحاجات باللون الابيض عشان ناكل ونرتب الغرفه حقتنا وخلاص، وصلى الله وبارك، وان شاء الله التحدي القادم يطلع لي لون ثاني يعني افضل من هذا اللون. اوكي تعالي يا حلوه كده، ناخذ الكيس هذا، حتى الرز اقدر اكل الارز. اوكي والبيض، البيض حقهم ده لونه لون بني ولا مدري ايش، خلينا اخذ بس اخذ اللون لون ابيض بس. اوكي فواكه خضروات طبعا ما في حاجة باللون الابيض، هنا ما في شيء باللون الابيض، هنا ما في شيء باللون الابيض، ليش كذا؟ حليب حليب وجبنة، ايش ابغى اكثر من كذا؟ والله عندي خلاص احترموني شوية، ولقيت لي كم حاجة باللون الأبيض، خلاص كده نطلع من هذا المكان. حاجات شوية يعني هنا احترمونا شويتين، ولقينا حاجة باللون الأبيض باكله كله خلاص، بالعافية عليك يا زيزو. طيب وهنا كمان برضو في هذا كمان باللون الأبيض، فمرة صعب اللون الأبيض الصراحة، ما أتوقعته كده لهذه الدرجة.
توقعته سهل بس ما في ولا حاجة باللون الأبيض. كيف كده؟ شوف العصيرات المشروبات، ما في حتى المشروبات ولا شيء. خلينا نشوف العصير ده الأخضر إيش. أخضر على بالي ليمون، فما في شيء. خلينا، مرة تعبت والله، شكلها عزيز وكأنها عجوزة بالله. مو شوفوا كيف، والله كأنها عجوزة. بس خلينا نرتبها كده دحين ونظبط كل شيء. اوكي، اول شيء خلينا نجي نطفح، بسوي اكلة كورية كده خطيرة. دقيقة، ما غيرت اللون هذا، لازم اغيره. ما في افتح منه، ما في والله. يلا خلاص نمشي حالنا بهذا اللون. والله اللون الابيض صعب، ما توقعته لهذه الدرجة كده صعب، ولا كان عدت بس يلا صرت قد التحدي وعملته. يلا خلينا نحط. بعمل اليوم أكلة كورية. أوكي، واو، إيش هذا؟ إيش اللي صار؟ أين ذهب البيض حقي؟ تعال تعال كذا، خلينا نشوف كذا، إيش هذا؟ شوفوا فين بيختفي. لا لا لا، أنتوا شايفين اللي أنا قاعدة أشوفه؟ البيض حقي قاعد يختفي، الأرض قاعدة تبلعه. خلاص يلا، البيض هنا على النار، وهنا الرز، بسوي أكلة كورية خطيرة. تعرفوا الأكلات الكورية صح؟ تحبوها ولا لا؟ قولوا لي، أنا مرة أعشق الأكلات الكورية. فنروح شويتين بعد ما ناكل، نروح نرتب غرفة زيزو. أوكي، واو، شوفوا كيف. طيب يحطوا هم هيك الرز، وبعدين حطوا في الزبدية. إيش بهالزبدية هذه؟ هي ايش بها اليوم؟ الاكلة اللي عملتها الكورية، اللي عم اقول لكم هي كورية ولا صينية ولا ايش بالضبط، انا ما ادري، ولا يابانية. المهم البيض مع الارز، شوفوا، الله الله، احلى اكلة في الحياة. انا مرة مبسوطة اني قد التحدي بالله. يقولوا لي في التعليقات ايش رايكم بالتحدي، وايش تبغوني اعمل تحدي كمان تاني، وايش اللون الثاني اللي راح اعمله. وعلى فكره في مفاجاه اليومين الجايه، وراح تنصدموا من هذه المفاجاه. والله والله العظيم، بس المفاجاه كلكم من اول تبغوها وتستنوها. فبس والله هذه تجربتي لليوم، حبيت اني اعيش يوم كامل حسب ما عجله الحظ حددت لي. اللون الابيض وكان شويه صعب الصراحه، مره صعب، لانه شوف شخصيه كيف صار لون شكلها كيف، وما في ملابس حلوة ولا شيء. فإذا أنا ما أعرف حاجات كثيرة، فأنتوا أكتبوا لي في التعليقات، يعني ما أعرف فين الملابس اللي باللون الأبيض غير المصممة الشخصية، أكتبوا لي في التعليقات عشان أنا أدورها وأشوفها. وبس والله، قولوا لي إيش رأيكم بالتصميم اللي أنا عملته، هذا اللي في حق الغرفة. وبس والله، هذا هو مقطع لليوم. في نهاية المقطع لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات. أحبكم جدا جدا جدا. فجروا مقطع لايكات وتعليقات، وباي.